أرى أن الوقت قد حان لتتابع مشوارك وتنهي المهمة التي تدخل السرور على قلب أمك. لقد طوقت عنقي بفضلك يا سيدي. لا يكفي أنك استخلصت حقي بنشابندر، بل وزدتني في الطعام واللباس والمسكن. كله من فضل الله سبحانه وتعالى يا ولدي، فلقد أردت أن أساعدك في العثور على زوجة صالحة كما ترغب أنت وأمك. حبذا لو تفعل، تكون قد أفضت في المعروف يا سيدي. في هذه الحال عليك أن تتجه إلى مدينة المياه الصافية، فهي تشتهر بالنساء الفاضلات والجميلات بآن. جزاك الله عني كل خير. ترى أين تقع تلك المدينة؟ مسيرة يومين اثنين من بلدتنا باتجاه الشرق. هل تدلني على صديق تعرفه أتوجه إليه مباشرة؟ قد أجد طلبي بسهولة إذا ما كان الوسيط هو أنت يا سيدي. أفضل يا ولدي ألا يتوسط أحد في هذه الحال، فدع الأمور تجري بقدرها، والزواج قسمة ونصيب، ولابد أن يرزقك الله سبحانه وتعالى بزوجة صالحة طالما أنك صافي النية مرضي الوالدين. كما تريد يا سيدي. اتكل على الله تعالى ولا تنسى أن تستخدم عقلك وذكاءك في كل الأحوال. هيا اذهب اذهب. هيا اذهب. السلام عليكم يا عم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أين وجهتك؟ إلى مدينة المياه الصافية. إذن فنحن رفيقا طريق، إن أذنت لي بقول ذلك. لا بأس. هل تتحملني أم أتحملك؟ ما هذا الكلام؟ قصدت الطريق طويلة، فهل نقطعه معا أم يقطعه كل منا منفردا؟ إن شئت مرافقتي فما عليك إلا أن تسير صامتا إلا إذا سألتك. ما شاء الله، هل ترى ما أكثر غلة هذا البستان؟ نعم، فقط تحدث بنعم الله سبحانه. ترى هل أكل صاحب البستان ثمره أم لم يأكله بعد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لم أعد أشك في أن عقلك ليس على ما يرام. ألا ترى الغلة والثمر لا زال لم يقطف بعد؟ Thank you.
ترى هل المتوفى فقيد أسرته أم فقيد قريته أم فقيد أمته؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ماذا هناك يا سيدي؟ ما بك؟ اسمع يا بني. نعم يا سيدي. هذا فراق بيني وبينك. على أي أساس؟ سنواصل السير معا حتى نصل لبلدة المياه الصافية كما اتفقنا. كلا الطريقين هاتين يؤديان للبلدة، فاختر أحدهما حتى أختار أنا الآخر حتما. لما لا نختار طريقا واحدا؟ لأنني سئمت صحبتك. والآن أي طريق تختار؟ قل لي أولا، هل الطريق الأقصر إلى البلدة هو الأطول أم العكس؟ سأخذ أنا هذا الطريق، فهو الأقصر، وما عليك إلا أن تمشي ذلك الطريق. فهو الأطول إذن؟ نعم. لا أظنه الأطول على أي حال. لا أراك إلا وقد سلكت الطريق المختصر يا أبي. نعم هو ذاك. مع أنك تعلم أنه غير ممهد وفيه من الحفر والنتوءات شيء الكثير. نعم ذلك لأتخلص من شاب لم أرى في حياتي لا أغبى ولا أشهل منه. وماذا بدل منه حتى حكمت عليه هكذا؟ ألا تعتقدين يا ابنتي أنني قادرا على الحكم على إنسان رافقني مسافة الطريق من قرية الجبل حتى مفترق طريق البلدة؟ في هذه الحال أرجو أن تقص علي ما جرى بينكما في رحلة الطريق هذه. لا شك أنك تحملت منه الكثير حتى حكمت عليه بالغباء. وهو كذلك. دعنا نمضي بعض الوقت بالحديث عن أفعال الأغبياء يا أبي. ما قولك؟ هل هناك أغبى أو أجهل من هذا الشاب؟ والأدهى من ذلك أنه يدعى ماهر. أرى أنك ظلمت الشاب يا أبي. ماذا؟ بل أرى أنه من أذكى الأذكياء، بل من اللماحين أيضا. بعد أن أسمعتك تساؤلاته وكلامه السخيف تقولين هذا؟ دعني أفسر لك كلامه. وهل يحتاج كلام سخيف لتفسير يا ابنتي؟ أعطني فرصة ولتحكم أنت عليه من جديد. حسنا هات ما عندك يا سمية. لنبدأ من الأول. عندما سألك تتحمله أو يتحملك، إنما قصد هل يحكي فتتحمل حديثه أم تحكي أنت فيتحمل حديثك؟ ولكني لم أجبه لطلبه بل. ولهذا أعاد عليك السؤال بصيغة أخرى فقال هل تتبادلان أطراف الحديث بينكما حتى تقطعان مسافة الطريق دون ملل؟ في هذا معك كل الحق يا سمية. أما عن سؤاله هل أكل صاحب الحقل غلته أو ثمره أم لا، إنما قصد هل استدان صاحب الحقل على محصوله سلفا أم لم يستدن؟ فإذا استدان يكون قد أكل محصوله قبل أن يقطفه. فهمت. وماذا عن الميت؟ ماذا كان يقصد؟ هل الميت فقيد أسرته أم قريته أم فقيد أمته؟ في الحقيقة يا أبي إنما هو يسأل عن مكانته الاجتماعية ومقامه بين قومه، فإذا كان إماماً أو قاضياً أو رجل دولة لكان فقيد أمته، ولو كان تاجراً مشهوراً أو من ذوي المكانة المرموقة لكان فقيد قريته. فهمت. وإن كان رجلاً عادياً فلن يهتم لموته غير أسرته. هذا ما قصده الشاب بالضبط. بقيت واحدة. سؤاله لك عندما قررت الافتراق عنه. نعم ما زلت أذكر سؤاله الغريب، هل الطريق الأقصر هو الأطول؟ حيث أن هناك طريقين فلا بد أن يكون أحدهما أقصر من الآخر، ولكن هل الأقصر معبد وممهد وصالح للسير أم هو الأقصر ولكن الأصعب؟ بالضبط. فإذا كان الطريق الأقصر غير ممهد ومملوء بالحفر كما هو واقع الحال،
فسيأخذ وقتا أطول في اجتيازه، وسيتضرر السالك فيه من الحفر والنتوءات. وهذا ما حصل معي بالضبط. أين هو هذا الشاب الآن يا أبي؟ لا أدري يا ابنتي. ولكنك متأكد أنه في البلدة؟ لا شك في ذلك. وفي هذه الحال إلى أين يذهب الغرباء؟ إلى الخان ولا شك. اذهب وأحضره يا أبي أرجوك. هذا ما حدث بالضبط، وهذا ما دعاني للحضور إليك. إن ابنتك هي الفتاة التي أبحث عنها لتكون زوجتي على سنة الله ورسوله، فماذا تقول بذلك؟ أتخطبها دون أن تراها أو تسمعها؟ إن ذكاءها وأفكارها قد سبقتها إلى نفسي، وشعرت أننا متكافئان بالمفاهيم، وهذا يؤدي إلى تفاهم بالحياة، فماذا قلت؟ أرى أننا يجب أن نسألها رأيها، أليس كذلك؟ هذا هو الشاب ماهر يا ابنتي، هو الذي حدثتك عنه، رفيق الطريق أليس كذلك؟ هو بعينه. على ما فهمته من والدك أنك من فهم أسئلتي له أثناء الطريق. هي لم تكن بهذا الغموض. هي ليست غامضة لمن يتمتع بقدر كاف من الذكاء وسرعة البديهة. هل أفهم من هذا أنني لا أتمتع بهذه الخصال أيها الشاب؟ عذرا يا سيدي، فيك البركة، ولكن يبدو أنك حينها كنت في عجلة من أمرك، مما جعلك لا تشبع السؤال تفكيرا. لا عليك، أقصد أن تكون ابنتي أزكى من والدها، فهو التطور الطبيعي لمسيرة الحياة، وإلا أدامك الله يا والدي. منك استمديت خبرتي وبفضلك أكملت تعليمي. هذا هو ماهر، وقد طلبك للزواج مني، فما رأيك؟ هكذا لمجرد أنني استطعت الإجابة على أسئلته؟ لقد ذكرت لوالدك أن ذكائك وأفكارك قد سبقتك إلى نفسي و... ها؟ ما رأيك يا ابنتي؟ الرأي رأيك يا والدي. إن الفتاة بحاجة إلى تفكير، وهذا حقها. أرجو أن لا أحرج أحدا بوجودي هنا، سأعود غدا لأسمع رأيك لو سمح لي والدك بذلك. يبدو أن والدي قد أفصح عن رأيه، وبالتالي توتة توتة خمسة لحب توتة، يا ترى حلوة ولا فتفوتة؟ حلوة كثير جدا، وإن شاء الله استفدنا منها. طبعا استفدنا. شو استفدتي يا ريم؟ استفدنا أنه الإنسان ما لازم يعتمد بها الحياة إلا على نفسه. بالأصح يكون الإنسان منطقي وواقعي وما يعتمد على الحظ أبدا. وريحة اللحم المشوية مو يعني أبدا لحم تحت سناننا، والرقم على ورقة اليانصيب مو يعني أبدا أنه صار في مصاري بين إيدينا. بالإضافة لفهم مغزى الكلام، مو ناخذ المعنى السطحي تبعه.